وتجد اللجنة العامة رقم 5 رقمها مركز شرطة ديار دمشق بالنسبة للقوارب. إجمالي عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 150 لجنة. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 398,387. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 144,982. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 17,284. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 127,698. القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 67,976. أبناء مصر حصلت على 59,722. بالنسبة لنظام الفردي إجمالي عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 150 لجنة. إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 398,387. إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 144,982. إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 11,993. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 132,989. طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي واسم الشهرة طلعت السويدي حصل على 61,522. أحمد عبد الباي مصطفى محمد منصور واسم الشهرة أحمد عبد الباي حصل على 12,124. مصطفى كمال محمد مصطفى دب واسم الشهرة مصطفى دب حصل على 16,482. أحمد مرفي محمد عوض الله واسم الشهرة أحمد مرفي حصل على 3,225. رضا عبد العال سالم واسم الشهرة رضا عبد العال حصل على 24,657. السيد عدلي حامد عبد الرحمن واسم الشهرة الحاج السيد عدلي حصل على 29,557. محمد عبد الحفيظ محمد الأحول واسم الشهرة رفعت عبد الحفيظ محمد الأحول حصل على 8,360. أحمد محمد عبد الحميد هلال صقر واسم الشهرة أحمد عبد الحميد صقر حصل على 7,584. أحمد عبد الستار محمد غندور واسم الشهرة أحمد عبد الستار حصل على 24,459. أيمن السيد إبراهيم السيد سرحان واسم الشهرة دكتور أيمن سرحان حصل على 2,887. شيماء حسن علي الحسيني واسم الشهرة شيماء الحسيني حصلت على 4,129. سامي صابر عبد الوهاب قطولي واسم الشهرة سامي عماشة حصل على 1,244. بدر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم واسم الشهرة بدر الغول حصل على 1,805. محمد طارق رشدي محمد علي عبد الله واسم الشهرة محمد رشدي عبد الله حصل على 5,065.
وساب فكر المتسامح وقف الصورة وساب فكر الإيمان، حصل على 6239. محمد إبراهيم علي الطهواجي واسم الشهرة محمد الطهواجي، حصل على 7962. محمد حامد محمد عطية واسم الشهرة الدكتور محمد حامد عطية، حصل على 7283. عبد الباقي محمود أحمد تركيا اسم الشهرة عبد الباقي تركيا، حصل على 41394. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء عليه.